السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعينا من داخل وخارج سوريا وكل من يتقاسم معنا الأهداف والتطلعات في مستقبل سوريا، سوريا الحرية والكرامة، سوريا الشعب الأبي الذي يسعى إلى دولة ديمقراطية مدنية في المستقبل في ظل وجود احتلالات متعددة الجنسيات ونظام وصاية وانتداب إيراني وتدخل بالمجتمع المدني السوري. خرجنا اليوم لكي نوضح موقفنا كشرائح سورية من خلال تمثيلي لهم ومن خلالي كرئيس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الغير حكومي في سوريا وبصفتي باحث سوري وعربي، ما أشكله من وزن مع زملائي داخل سوريا ومن يتقاسم معنا من وطنيين في الخارج. السبب هذا الظهور الهام هو ما سمعت حسب بعض وسائل الإعلام هو لقاء السفير السوري في جنيف حيدر علي أحمد مع ما يسمى ممثل جبهة البوليساريو المجموعة المسلحة بأوروبا. طبعا هذا اللقاء أعزائي متابعينا سنخوض ببعض التفاصيل. أول شيء اسمحوا لي باسمي وبكل اسم زملائي وما نمثله من شرائح مجتمعية سورية في الداخل والخارج بإدانتنا واستنكارنا لهذا اللقاء مع ممثل ما يسمى البوليساريو في أوروبا اسمه بشرايا البشير ويقال إنه موريتاني الأصل وليس صحراوي مغربي. هذا العمل مرفوض ومدان من قبلنا، وحسب معلوماتنا يعني واضح إنه باستفزاز إيراني للشعب المغربي الشقيق. وبهذه المناسبة أيضا نقدم اعتذارنا للشعب المغربي الشقيق كشرائح سورية نمثلها، وأنا واثق إذا قمنا باستطلاع الرأي سترى غالبية السوريين مهجرين بالخارج ضد أي توجه إيراني ضد أي شيء يستهدف الوحدة الترابية للشعب المغربي الشقيق. أنا واثق وبالتالي 80% من الشعب السوري يرفضون هذا التصور، وأنا أتكلم باسم الشرائح التي أمثلها ولكن هذا استطلاعي للرأي ويمكن التأكد منه. والسبب هو ما قامت به فصائل حزب الله وميليشيات الإيرانية بجرائم داخل سوريا ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم عدوان، طبعا بالإضافة إلى الإرهاب والجولاني وانتهاء قانون الدولي الإنساني لغالبية دول الاحتلال. سنبين ذلك. ما يهمنا إذن هنا إدانتنا واستنكارنا لهذا اللقاء الذي تم بإعاز من إيران. يعني أنتم تعرفون اليوم سوريا استقرارها الوطني ليس بيدها، إيران تمارس الوصاية، الضباط منقسمين سواء الأمنيين وغيرهم بين الروس والإيراني والوطنيين، وبالتالي بتدخل ضابطا ما بإشارة ما تحاول اليوم إيران الهيمنة على بعض مفاصل قرار بوزارة الخارجية، ونبهنا سابقا مرارا وتكرارا حول هذا الموضوع، وبالتالي بإعاز إيراني ونحن نرفض هذا التدخل الإيراني السافر. يعني وكأنها تريد أن تفهم الجميع أن علاقات سوريا تمر عبر إيران وأن سوريا هي محمية إيرانية، ونحن نقول للإيراني خسئت باسم الشعب السوري. فنحن نرفض هذا الشيء، وسيأتي اليوم القريب وضمن عام 2024 وستخرجون من سوريا، الشعب السوري كله يرفضكم في الداخل والخارج، ومن يؤيدكم فلة قليلة من بعض المنتفعين والمرتزقين، وما تقومون باستغلال جوع وفقر الشعب السوري بالتشيع، ولكن هذا الشعب الأبي الصامد لن يقبل بالتدخل بنسيجه، ولن يقبل لا بالتطرف لا على هذا الطرف ولا ذلك الطرف.
احنا نريد دولة مدنية، مسار ديمقراطي، حرية وكرامة، مبادئ حقوق الإنسان، حماية حقوق الإنسان، تعزيز ثقافتها، معاهدات دولية لبناء شراكات، عدالة انتقالية، تعويض الضحايا، محاسبة المسؤولين عن الدم السوري. طبعا حتى لا يقول بعض دائما نحن نطالب بإطلاق سراح المعتقلين الذين قلنا سابقا أن 80% منهم قد لقوا حتفهم وقتلوا داخل التعذيب والسجون بسوريا. للأسف رأينا بعض المقابر الجماعية، وهذا ملف كبير سنعود لنا نخرج عن موضوعنا الرئيسي. موضوعنا الرئيسي هو الإدانة والاعتذار من الشعب المغربي الشقيق، ونسي النظام بهذه الخرجات غير المسؤولة سواء بعلمه أو لا. للأسف لأن هناك أمور تتم كثير بسوريا على فكرة دون علم واقع القرار. كل جهة وكل جهة أمنية تتصرف كما تريد، حالة فوضى واحتلال، ولا سيما الآن ضمن أحداث ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بغزة للأسف يعني. فجرائم حزب الله في سوريا يعني نعرف كيف نرد على هذا الموضوع. أنتم ارتكبتم جرائم في سوريا، ستحاكمون بالمستقبل على أيادي قيادات وطنية بسوريا. احنا الوطنيين بسوريون نرفض هذا الموضوع. كيف سوريا أو الدولة السورية اليوم كدولة، واحنا مع بقاء مؤسسات الدولة دائما ومع الحل السياسي وفق 2254، كيف أنتم عضو بجامعة الدول العربية والمغرب عضو بجامعة الدول العربية وقد سهل عودتكم من أجل أن يتفق السوريين وتحلوا مشكلتكم؟ موقف المغربي دائما كان إنسانيا ومشرفا دون مجاملة. ما حصل باستقبال عام 2017 اللاجئين السوريين أكثر من 13 عائلة بأوامر جلالة الملك محمد السادس نصر الله، مشكور جدا باسمنا كسوريين على هذا الموقف وإدخالهم بعد أن بقيوا شهرين عالقين بين الحدود الجزائرية والمغربية. هذا الحدث أنا شهدته وتم استقباله بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بأوامر من صاحب الجلالة. موقف الإنساني عندما أرسلت بعثة كاملة ومشفى ميداني طبي إلى مخيم الزعتري بالأردن، وقام صاحب الجلالة وسأعرض لكم هذه الفيديو في هذه الحلقة بزيارة ذلك المخيم من أجل الجرحى والمصابين من المدنيين السوريين. دائما موقف المغربي ضد استهداف المدنيين، ولاحظنا موقفه أيضا بالعدوان على غزة. هذا يا إيران يا حسن نصر الله، هذه المواقف الإنسانية، وليس أن تدخلوا بسوريا وتشيعوها وتدمروها وتقاتلون لأسباب طائفية وتعودون بالتخلف لألف وأربعمائة عام. نحن نرفضكم ونقول لكم اخرجوا من بلادنا، أنتم نظام انتداب ولن نقبل لكم بقاء بسوريا. وستتذكرون ذلك الموقف وتذكروا كلامي وتعرفونني من أنا بسوريا. هذا كلام أنا مسؤول عنه. انتهاكات احنا كحقوق إنسان، كاحتلال، لأن هذا واجبي الوطني بغض النظر عن حقوق الإنسان، برفض كل قوى الاحتلال والانتداب بسوريا. ليس هناك وطني أو عاقل يقبل نظام احتلال أو انتداب أو ميليشيات أجنبية على أراضي دولته. نحن شعب سوري حر، نريد الحرية والكرامة. لقد ارتكبت يا سيد حسن نصر الله أبشع الجرائم في سوريا أنت وميليشياتك بدعم إيراني والحرس الثوري الإيراني. طبعا الجولاني والإرهاب هذا أمر مفروغ منه وتحدثت عنه سابقا، وتقرير لجنة حقوق الإنسان تحقيق المستقلة بجنيف صادر عن مجلس حقوق الإنسان العالمي واضحة، وأشرت لذلك بتلك الخارطة. لا نريد دائما أن نعيد، مواقفنا واضحة وثابتة. هذه الخرجات غير المسؤولة، لماذا تستفزون الشعوب العربية؟ كيف أنا تريدون من العرب أن يدعموا وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وما يحصل من الانفصال من البيكيكي والأكراد وغيرهم؟ ولا أقصد الشعب الكردي من مكون الشعب السوري إخوتنا ولهم تمثيل معنا كمدنيين، أقصد جبال قنديل، البيكيكي،
وجود التركي واحتلال بسببه وهكذا. كيف نرفض نحن قلنا الانفصال؟ أصدرنا كمجتمع مدني سوري سابقا عدة بيانات تؤيد وتدعم القضية العادلة للشعب المغربي بوحدته الترابية. قلنا لا نقبل بأي دولة عربية الانفصال، وهذا حال موقف كل جامعة الدول العربية. أنا واثق كل الدول العربية تدعم وحدة ترابية المغرب باستثناء الجزائر، وضع خاص واستضافة البوليساري والخلافة في المغرب الجزائري، هذا معروف. يعني هل نحن نعترف بمجموعة مسلحة تقوم منذ فترة بسمارة بالقصف على المدنيين؟ ما هو تعريف الإرهاب؟ ولو أن الدول لم تستقر إلى الآن بتعريف الإرهاب، كل عمل يؤدي لهلع المدنيين هو إرهاب. ولكن هناك اختلاف بين الباحثين العرب والدوليين وبين الدول بالمصطلحات وحتى بحركات المقاومة. الكفاح المسلح شيء، حركات التحرر شيء، المقاومة شيء. إذا عدنا القانون الدولي والمادة الرابعة بروتوكول 77 اتفاقية جنيف، وافقت عليه 60 دولة، رفضت 21، 13 امتناع. من المنازعات المسلحة تعتبر بين المقاومة والشعوب والاحتلال تعتبر نزاع مسلح. إذا ممكن يحاسب الطرفين أمام محكمة الجنايات الدولية. المقاومة لا تبرر قصف المدنيين. ولاحظنا ما خرج به السيد حسن نصر الله من خطابه كانتصار تموز عام 2006 باعترافه بلسانه دمرت 150 ألف مسكن ومنزل بلبنان على لسانه، وقال لقد انتصرنا. واليوم دمرت غزة، يريدون الآن لقد انتصرنا بنفس التوقيت، وليس لنا علاقة. والمقاومة تختار قتل المدنيين حسب القانون الدولي واتفاقيات جنيف. مقاومة، كفاح مسلح، كله عرضة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية، سواء ما قامت به الحكومة المتطرفة اليمين بإسرائيل باعتداء على غزة وانتهاك القانون الدولي الإنساني والجرائم ضد المدنيين. لا يبرر استهداف المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني. ماذا يقول؟ لو كان هناك احتمال إصابة المدنيين تلغى العملية. نحن نعمل وفق القانون الدولي، لا نقف مع أحد. حماس اليوم تفاوض بقطر على خارطة الطريق، تريد مناصب، فليذهب ويحل أولا مشكلته مع قيادة السلطة الفلسطينية المعترف فيها رسميا من الدول العربية برئاسة الرئيس محمود عباس. عملوا مصالحة وطنية لتشكيل حكومة وطنية وسلطة تنفيذية وطنية لكي موقف العربي الشجاع والداعم إقامة حل الدولتين، وليس كما يقول حسن نصر الله إلى الحكام العرب اخرجوا كمسؤولين واذهبوا إلى الحدود واقطعوا التطبيع. تطبيع ماذا؟ اليوم في خلاف بين العرب وبين هذه الحكومة. اليوم إسرائيليين منقسمين، هناك أشخاص مع السلام، هناك جمعيات، هناك منظمات. ونفصل نحن قلنا بين الديانات اليهودية والمسيحية والإسلام والتعايش والتسامح، تكلمنا ذلك، وعن الحكومات وارتكابها لأي جرائم أينما كان على مستوى العالم. اليوم هناك موقف، حتى الزعيم التركي ماذا قال؟ لديهم مشكلة مع نتنياهو ولن يقطع العلاقات مع إسرائيل رغم استدعائه السفير للتشاور. لا أحد يريد توسيع الحرب بالمنطقة، وخطاب نصر الله واضح، يعني رسم الحدود أصلا حتى بنظام المقاومة. لا يجوز المقاومة خارج حدود بلدك. اليوم تقول سلاح المقاومة لم ينزع بقرار 1701، لماذا؟ بقيت مزارع شبعة وترسيم الحدود، هي مزارع شبعة سورية قالوا لبنانية حتى يبرروا بقاء سلاح المقاومة. لماذا تبقى سلاح مقاومة داخل الدولة؟ أين الجيش اللبناني؟ والله لدينا مزارع شبعة محتلة، المقاومة تكون داخل لبنان يا سيد حسن نصر الله. ماذا فعلتم بسوريا وأنتم مسلمين؟ فضعتم، لدينا مليون شهيد اليوم من كل الأطراف. ليس دفاعا يعني ما فعله الآخرين، يعني كل من يقول انظروا ماذا فعلتم كذا، وكل دولة تتهم دولة بانتهاك قانون الدولي الإنساني، وكل انتهاك دولي إنساني. ما قيمة جبهة البوليساريو؟ مجموعة انفصالية لا تساوي شيء.
تحتجز بالسجنتين دوف 100,000 ربما احصائيات حقيقيه لا يوجه وصولهم. 80% من الشعب المغربي الصحراوي مع العرش الملكي ومقيم ومشاريع وتكلمنا سابقا. هذه الخرجه للسفير حيدر علي المعين جديد يعني لم يوفق بها بتعليمات ايرانيه يعني اسقطته عمليا يعني. نحن نرفض وندين ذلك. الفائده من جبهه بوليساريو أمام الأمة المغربية والشعب العريق والعرش المجيد العلوي لعشرة قرون وأكثر، وتاريخ سوريا وعراقتها كشعب سوري وعريق لعشرة آلاف عام، وتعاقب حضارات على سوريا. أنتم لا تمثلوننا، وهذه الأوامر الإيرانية نرفضها ونستنكرها، ولهذا خرجنا ونعتذر من الشعب المغربي الشقيق، ونؤكد على بياناتنا السابقة باسم الشرح مثلا بدعم القضية العادلة للشعب المغربي الشقيق بوحدته الترابية ورفض الانفصال بسوريا وبكل الدول العربية. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المغربي الملك محمد السادس إلى مخيم الزعتري الذي يتواجد فيه اللاجئون السوريون. سعد مراسل العربية سعد السيلاوي معنا الآن. سعد تسمعني؟ نعم سعد معك. نعم أسمعك. صف لنا ما الذي تتابعه من عندك لوصول العاهل المغربي هذا اليوم وخلال هذه اللحظات إلى نعم. مخيم الزعتري كما تشاهدين وصل الآن الملك محمد السادس إلى مخيم الزعتري وتحديدا إلى المستشفى المغربي الميداني الذي يقدم الخدمات الطبية للاجئين السوريين. هذه أول زيارة لزعيم عربي وربما زعيم عالمي لمخيم لجوء سوري. بدأ الملك محمد السادس الآن بالدخول إلى الخيم المعدة لاستقبال اللاجئين المرضى من السوريين والاطلاع على الخدمات التي يقدمها هذا المستشفى العسكري الميداني.